السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله اموركم كلها تكون كلها مزيانه. في هذا الفيديو هنجاوب على النتيجه تاع لابيوبسي اللي درتها، وهنشرح شنو هي لابيوبسي بيان سور، باش يكون فيديو مفيد. وقبل ما نبدا الفيديو هنشكر البنات والاخوان والناس كلهم اللي عندي في الفيسبوك، سورتو في الفيسبوك وبيان سور الانستغرام عندي ما فيش الناس بزاف، المهم الفيسبوك بزاف البنات اللي سولوا فيا والاخوه اللي دعوا معايا. الله يخلي لكم صحيحه، بارك الله فيكم، بارك الله فيك، بارك الله فيكم، الله يكبر بيكم كما كبرتوا بيا وسولتوا فيا. فوالا النتيجه تاع البيوبسي اللي درتها خرجت ليا مزيانه، ما خرجتش ليا فيها كونسير، ما خرج ليا فيها حتى شي حاجه خايبه. سميتو غير انا خاصني الدكتور اللي قال ليا، الدكتور تاع لا راديولوجي قال ليا اي ساجي دون ماس دو سان غوش كلاسي ACR4. المهم سي ان ادينوفيبروم مامير سون سين هيستولوجيك دو مالينيتي ريزولتا بين كونتريبوتيف. فوالا المهم حتى نحاول نقرا هاد لي بسيمو كلي تاع لي دكتور وهادشي تكونوا شويه سبيسيفيك. فوالا il propose une surveillance من هنا واحد لو 4 موا، خاصني نرجع من هنا واحد 4 موا باش ندير ان كونترول، لان هادوك الكرات واش الولسيسات وما عرفت كرات. المهم انا ما باقي ما فرقت ما بين الكره وما بين الولسيسه، تيكبروا غاديين تيكبروا. قال لي اللي بقاو تيكبروا بزاف من هنا لو 4 موا من هرجع عنده، اللي كانوا غاديين تيكبروا تيزادوا اللي وصلوا 35 ملم، اوني اوبليجي اننا نفتحوا نحيدوهم باش نتهناو وباش ما فهمت باش ما المهم هو تيقترح بحال هكذا. قال بان اللي وصلوا من هنا لا فان دو جانفي ان شاء الله اللي لقاهم ودرت ايكوغرافي وبالي بانه هذاك الكرات ولا هذوك الوسيسات بداو تيكبروا، بالضروره خاصني نفتح باش نحيد هذوك الكرات ولا الوسيسات. المهم سي بينا ما حميد، ما فيش حاجه خايبه، التحاليل خرجوا مزيانين، نحمد الله ونشكره، نحمد سيد ربي ونشكره، ونحمد سيد ربي ونشكره، ونعاود نحمد سيد ربي ونشكره، لأن من تتكون شي حاجة متعلقة بالثدي ولا البزازل، نقولوها باللغة المغربية، تتشدنا الخلعة، وخا تا هادشي تيداوى، وخا تا كاين العلاج، وخا تا هادشي كله ولا زعما كاين وكاين العلاج وداكشي، ضروري شدتني الخلعة، ضروري أنني تخلعت، ضروري أنني خممت، ضروري أنني فكرت، ضروري أن شحال من حاجة تدور لك في البال. نحمد الله ونشكرو ونحمد سيد ربي ونشكرو بزاف بزاف بزاف، وتنشكر بزاف البنات والإخوان، ما ننساش الدراري تا هما اللي دعوا معايا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم بزاف. فوالا ها دابا هنشرح لا سميتو أشنا هي لا بيوبسي. البنات اللي باغيين يفهموا اشنا هي لابيوبسي باش يكون هذا الفيديو غيبقى في يوتيوب، باش تكون واحد الافاده اشنا هي لابيوبسي وعلاش تنديروا لابيوبسي. لابيوبسي تنديروها من بعد الماموغرافي، من تنديروا الماموغرافي هي هذيك، وتنديروا اوسي ايكوغرافي، تنديروا الماموغرافي وتنديروا ايكوغرافي. وقبل ما تنديروا الماموغرافي والايكوغرافي تنكونوا ديزا دزنا عند لو ميدسان جينيراليست ولا عند لو جينيكولوج. انا لو ميدسان جينيراليست اللي عندي تيدير حتى هو جينيكولوج، يعني دار لي ان كونترول وقلب تيقلب سميتو البزازل تادي لي سان فوالا، وتحت الدرعان سورتو تحت الدرعان تحت لي زيسيل تيقلب مزيان وداك الشيء. من مشيت دوس عندهم حس بان عندي كرات في الجهه اليسريه يا هذيك، باش يتاكد بان ما كاين حتى شي حاجه صيفطني ندير اون ماموغرافي. الماموغرافي واحد لاباري قداشنا هي تتورك لك على البزوله باربعة المرات ساكراز سميتو تدي لي سين فوالا، وتديرو واحد دي زاناليز بروفوند باش يعرفوا اش كاين. المهم داروا ليا لا ماموغرافي، نهضر شويه
فوالا نكمل. داروا لي الماموغرافي، المهم خرجت، خرجوا تياخذوا دي سنتيمتر، المهم كان واحد العبار تيدار وداك الشيء. من بعد دارت لي اون ايكوغرافي، هي هذيك دارت واحد لوجير، كلشي تعرف شناهي ايكوغرافي، واحد لوجير تدوز مزيان 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 مزيان، تتقلب مزيان تحت تدي باش تشوف واش ما كايناش شي حاجه. المهم ملقات بان عدي في الجهه اليسريه تاع تدي، بانت ليها بان عندي جوج كرات. المهم انا ما قالتش ليا جوج ولسيسات، لان ما عرفتش واش كاين، واش هما كرات، وهي قالت لي كرات ما قالتش لي ولسيسات. فوالا قالت لي بور اتر سور اي سيرتان، باش نكون واضحه دي اونتر بارونتيز، راه ما جات لا بلاج، ما جات حتى شي حاجه، لان السيده قالت لي بان ديجا كانت واحد السيده عندها 25 عام ولقات عندها ان كونسير دو سين، راه ما جات لا بلاج لا حتى شي حاجه، ولكن سي تري رار انه يكون كونسير دو سين في 25 عام، غير هما تيكونوا بزاف الولسيس والكرات وداك الشيء. بغيف من شافت هذوك الكرات، بويسك انا غنورك عليها مزيان علاش درت لا بيوبسي، علاش درت لي بيوبسي وركزت لي على لا بيوبسي، لان فاميلتي عندنا هذا المشكل تاع سميتو تاع البستوله، يعني باش تلقى باش تكون سيغ سيغتان ان لي زاناليز يكونوا مزيانين وسميتو كو اون فا بارتير سور كيلكو شوز دو سيغ سيغتان، قررت انها دير ليا لا بيوبسي. لا بيوبسي اشنا هي؟ لا بيوبسي تتشد لك البزوله ولا تدي تدير الديزانفكت، تدير بيتادي، المهم تتمسح وتتمسح مزيان البزوله، هي هذيك تتنيطواييها مزيان وتتخدرها، تدير انستيزي لوكال، تتخدر البزوله مزيان هي هذيك، وتتهز واحد ليكوي كبيره هي هذيك، وتتجبد المحتوى اللي كاينين في هذوك الكرات تاع البزوله، يعني خاصها هزت مشات لهذيك هذوك الكره اللي كبيره، فوالا لي لا فورم تاعها كبيره، هي اللي هزت منها 3 شانتيون باش يمشوا يديروا لهم التحاليل باش يشخصوا بهذا لو تيرم تشخيص تاع هذوك الكرات، واش الكرات هذاك الشيء المحتوى تاعهم هذيك لاماس اللي في الكره واش حميد ولا خبيث. بيان سور الريزولتا ما تخرج دو سويت، تخرج على واحد السيمانه ولا 4 ايام ولا 5 ايام الريزولتا. قالت لي هذا نجي، لانها نجي عندها باش تقول لي الريزولتا. المهم من درت انا هذا بيوبسي اش قالت لي؟ قالت لي اللي كانت خايب وخرج بان الريزولتا خايبه، تتوجدك بيان سور سيكولوجيكمون، تتوجدك ما تقولش ليكي هادشي تاع الاخر، يعني وجدتني قالت لي اللي كانت شي حاجه خايبه بيان سور هناخذ رونديفو، هتاخذ لي رونديفو وهنمشي وهنفتح باش يكرطوا ليا، فوالا يكرطوا ليا وينقوا ليا هذاك الشيء، هذه في حاله اللي كان خايب. قالت لي اللي ما كانش خايب وكان شي حاجه فوالا نقدروا نديروا ليها لو تريتمون، بيان سور هنديروا ليها لو تريتمون، واللي كانت غاديو تتكبر هنديرو هنراقبوها ونشوفو واش هتزيد في الكبوريه، واللي كانت تبدا تتكبر بزاف هنفتحو وهنحيدوها، كوم سا اون فا بارتيغ سور كيلكو شوز كلير اي نيت. فوالا نتمنى انني شرحت مزيان لا بيوبسي. لا بيوبسي هي تتشخص لينا هذاك الشيء لاماس، هذاك الشيء الوسط الكرات واش خايبين ولا مزيانين. فوالا ابخي من سميتو من تدير لك لا بيوبسي تتقول ليكي هذوك 4 ايام الاولى ما تدوشيش، ما تغسليش، ما تهزيش لو بوالوغ، ما تهزيش حاجه ثقيله، ما ديريش الشقه، ما ديريش الميناج، ما تهزيش لي بيبي شي وليد صغير ولا شي حاجه، يعني خاصك ديري اتونسيون على هذيك لا بارتي، سورتو ان من تدير لا ماموغرافي تيبقى درعانك الفوق تيبقى طالع بزاف، يعني كاين واحد لو دولور تيولي تيكون تضرك كتفك. بيان سور تتقول ليكي لي ضرك بزاف
انا قالت لي خدي دوري بران، قالت لي اللي ضرك بزاف غدا وهاد اليومين عاودي خدي دوري بران، ولي حسيتي بان شي حاجه صافا با هتعيطي وهترجعي عندي بيان سور. المهم نعاود نقول تنتمنى انني نكون شرحت مزيان. فوالا اش نقد نقول تاني، علاش تنديروا لا بيوبسي؟ البنات غنخليها لكم وصيه، من تكونوا تتغسلوا يا هذيك تحاولوا تقلبوا، راه ماشي حشومه ولا عيب ولا شي حاجه، يعني من تتمشي الحمام اللي درتي صابون البلدي تتحاولي تقلبي تحت الدرعان وتحت البزوله مزيان باش تشوفي واش ما عندكيش كرات ولا ما عندكيش ولسيسات ولا شي حاجه. ما فيها باس بنادم يدير سميتو يدير ديزاناليز ويدير شي حوايج، الوقايه خير من العلاج. المهم نتمنى ان يوصل غير هذا الميساج، بنادم ما يتسناش. ما فيها باس اللي دار مره مره ماموغرافي، ما فيها باس اللي دار ايكوغرافي، ما فيها باس تمشى دوز على هذيك لا بارتي تاع الصدر، سورتو حنايا العيالات عندنا هذا المشكل تاع لو كونسير دو سين. صراحه ما تنسمعوا كونسير دو سين تنخلعوا تتشدنا الخلعه تتشدنا الرعده، سي نورمال اننا تشدنا الخلعه وتشدنا سميتو تنخافوا، سي نورمال. انا براسي ما نكذبش عليكم هاد السيمانه اللي درت لي لا بيوبسي حتى اليوم شدتني الخلعه، هذيك الخلعه تتقولي لا راه انا اسبري بوزيتيف عندي طاقه ايجابيه متفائله، يا هذيك اي كاين تفاؤل ما خفتش يا هذيك، ولكن ما تقديش ما تقديش ما تفكريش في شي حوايج خايبه، لانك تي بوز دي كيسيون تقولي ولي كانت حاجه خايبه ولي كانت هادي. المهم تتفكري بواحد الطريقه اخرى، غير في لاصال داتونت من قلت كنت جالسه بس نتسناها تكمل وتعيط عليا باش دير ليا دير معايا لو بريفينغ وتقول لي اش كاين في لي زاناليز. بيان سور غير هذيك ساعه المكانه اللي قلت انا جالسه سنه نتسنى، بيان سور كما تنقولوا كنت جالسه تنزقزق شاداني الخلعه تنقول تتفكر بزاف الحوايج، سي نورمال سي هومان، تفكرت في ولدي تفكرت في حبابي تفكرت في مينتي تفكرت بزاف الحوايج تيطيحوا لك في البال، تتقولي لي كان شي حاجه غنمشي نفتح يكرطوا ليا يديروا ليا غنديرها تريتمون، واش غندير لا شيميوثيرابي واش ما عنديش لا شيميوثيرابي، فوالا تيدوز عليك هذا الشيء كله في راسك. فوالا اش نقول لكم، المهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله بزاف 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 حمدتك يا ربي وشكرتك ان الريزولت خرجت ليا مزيانه. المهم انا مره مره كما قالت الطبيبه من هنا 4 مو هرجع باش ندير النيكوغرافي وهنراقب. فوالا نتمنى البنات ان الفيديو يكون مفيد، الله يخلي لكم صحيحه والله يفرح الله يفرحكم والله يسهل لكم، وشكرا شكرا بزاف، وخاطر قلتها جوج مرات ولا مع ثلاثه المرات نعاود نقولها، بارك الله فيكم البنات، سولتوا فيا وكبرتوا بيا ودعيتوا معايا، وهاد لي سوجي تاع كونسير دو سان وهاد الشيء ضروري ان بنادم يراقب كما قلت. فوالا هادشي اللي كاين، خليت لكم الصحه والراحه والعافيه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. انا راه ديجا موجوده واحد السلسله تاع الفيديوهات دايره اليوم بلانيفي وموجداهم، وتستمر الحياه والله يسهل، وقلبي قلبي مع البنات اللي عندهم سميتو اللي عندهم هذا المرض، قلبي معاهم. والبنات ركز على واحد القضيه، خلوا دائما ميساج زوين، خلوا ميساج زوين، ومن تعرفوا شي واحد مريض بهذا المرض قولوا ليه كلمه زوينه، ما تبقيتوش تفلسفوا، لان انا براسي خلاو ليا جوج بنات دو ميساج وقالوا ليا من الاحسن يحيدوا لك البزوله. واش هادي بعقلها؟ واش هادي مسطيه؟ هاد جوج بنات اللي بخلي ليا هاد الميساج تاع كرطوا لك البزوله يحيدوها لك، وحبيبتي باقي ما عرفتيش واش النتيجه خبيثه ولا حميده، وهادشي ما تيتقاش كاع، ما عرفتيش ما تقولي قولي الله يعاف الله يشافيك الله يعافيك ولا شي حاجه. هذه النقطة بتركز عليها البنات البنات البنات، ما تعرفوش واحد مريض الفو شوازيغ لي مو، ما تعرفوش شي واحد مهلوك ولا مريض ولا شي حاجة، اختاري الكلمات قولي حاجة زوينة قولي كلمة طيبة، كاع اللي ما عرفتي ما تقولي سدي فمك وصيفطي ليه الله يعفو عليك. فوالا هادشي اللي بغيت نوصل ليك، البنات هاد الشيء تاع المرض راه بنادم اصلا بسيشيكمون تيكون مهلوك تيكون مكرفص،
تكون مسخسخ يعني خاصو يسمع كلمه طيبه اللي هو داك تفلسيف الخاوي وداك الشيء اللي كثير ولا ديري سميتو الدوات تاع العراب ولا داك الشيء. مهم الله يهدينا الله يهدينا الله يهدينا. خلي فيكم الصحه والراحه. فوالا الفيديو هنحبسو هنايا. مهم بارك الله فيكم ونتمنى انني ما نكونش كثرت عليكم. فوالا اش نقول وليت نتخربق في الهضره. المهم البنات الله يفرحكم والله يسهل عليكم.